اخر فتره مع الاستاذ هشام وقت كان مريض، كيف كانت صحته؟ ليش ما كان عم يتواصل مع حدا ابدا؟ يعني هو من فترة منيحة صار في تراجع بحالته الصحية، وحبينا انه يضل صورته قدام العالم اللي متذكرينه بكامل صحته. يعني للأسف صار في تدهور كبير بآخر فترة، بس هذا القدر. اليوم يزن هو خليفة إذا ما نقول هشام شربتجي، شو تعلم منه؟ شو الشيء اللي ضل بذاكرتك؟ يعني أنا أول ما سمعت بالخبر كتير غصيت، تذكرت كل شيء متعلمه منه وكتبت له شكرا على كل شيء. بس هي شكرا على كل شيء بغض النظر عن شو العالم. يعني أنا محبة العالم بالنسبة لي كانت كتير حمل كبير بدي أحافظ عليها أنا ورشا، وبرجع بقول له شكرا على كل شيء لانه بعرف انه سمعني وبعرف انه هو عم يضحك على بوشي.